السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس زينب صلاح، مدرسة طلاء الكمال للغات. أعزائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هنبتدي نتكلم عن أدوات الاستفهام. إيه هي أدوات الاستفهام؟ ما، ماذا، لماذا، أين، متى، كيف، هل، من، كم. دي مجموعة من أدوات الاستفهام. معنى إيه أدوات الاستفهام؟ ما معنى أدوات الاستفهام؟ هي مجموعة من الكلمات اللي بنستخدمها لنسأل بها عن شيء معين، استفهم بها عن شيء، استفهم بها عن حال، استفهم بها عن وسيلة، استفهم عن مكان، عن وقت. أول حاجة عندي من أدوات الاستفهام عندي ما. تعالوا نشوف تستخدم ليه. للاستفهام عن الأشياء غير العاقلة، زي ممكن أدي مثال بسيط كده وأقول ما لونك المفضل. تمام، ممكن أنت بقى تقول لي أحمر، أخضر، أصفر. ماذا؟ تاني أداة من أدوات الاستفهام عندي تستخدم للاستفهام عن الأشياء. مع بعض المثال، ماذا تحب أن تكون؟ نفسك تكون إيه؟ تحب تكون إيه؟ طبيب، مهندس، معلم. تالت حاجة معانا لماذا؟ لماذا دي بقى جميلة قوي يا أولاد، تستخدمها للسؤال عن السبب. عايز أعرف، تستخدم للاستفهام عن السبب أهو. عايز أعرف لماذا تذهب إلى المدرسة؟ هتديني سبب أتعلم. تمام، برافو عليك. عندي بعد كده أين، وأين دي تستخدم للاستفهام عن المكان. زي عندي مثال جميل قوي يا ولاد معايا كده، أين تسكن؟ تمام، طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. متى تستخدم للاستفهام عن الوقت أو الزمن. مثال عندي، متى تذهب إلى المدرسة؟ طبعا انت هتجاوبوا لي السابعة، السادسة والنصف، الثامنة، بس متأخرش يا ولادة. كيف، عندي أداة استفهام كيف تستخدم للاستفهام عن الحال أو الوسيلة. الحال اللي هو بسأل عن حالك، كيف حالك اليوم، والوسيلة انت بتروح المكان ده ازاي، او بتروح ازاي يعني، او بتركب ايه، كيف تذهب الى النادي. معايا هل. هل دي بقى سؤال استفهامي يستخدم للاستفهام به عن الاثبات او النفي. بمعنى نشوف مثال توضيحي، هل تحب معلمك؟ الاجابة هتكون ايه؟ نعم، طبعا كلنا نعم. معايا إيه؟ نعم او لا. برضو في عندي مجموعة تانية من الأدوات الاستفهام، في عندي من. تمام معايا؟ طيب تستخدم للاستفهام بها عن العاقل. العاقل يعني الشخص، مين اللي عمل الحاجة دي. فنشوف مثال كده، من مؤلف كتاب الأيام؟ معايا؟ طيب تعالوا نشوف كده. عندي كم. كم تستخدم للاستفهام بها عن العدد. مثال، كم طالبا في الفصل. تعالوا مع بعض بقى نشوف كده بعض الأمثلة. في عندي سؤال بيقول لك ضع أداة استفهام مناسب. تذهب إلى المدرسة، راحت الإجابة قالت لي في السابعة صباحا، يبقى هستخدم أداة الاستفهام إيه؟ متى. ليه متى؟ عشان عندي هنا الإجابة محددة بوقت. طيب السؤال الثاني، تذهب إلى النادي، الإجابة كانت بالسيارة. طيب هو بيسأل عن حال الوسيلة اللي انت هتروح بيها، يبقى بستخدم، برافو عليك، برافو عليك سنة رابعة، استخدم أداة الاستفهام كيف، برافو. معايا، تلميذا في الفصل، اللي 30 الإجابة، الله تنتسل على العدد اهو، يبقى بختار أداة الاستفهام كم، برافو، ممتازين جميعا، برافو عليكم. تحب الموز؟ نعم. الإجابة هنا يا أولاد في ملحوظة مكتوبة نعم، خلي بالك. هل، برافو